بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فلازلنا مع نداء الإيمان ومع النداء الذي ينهى المؤمنين عن الكفر أي التفرق ويأمرهم بالوحدة بالإيمان، وهو الاتحاد والإخاء. رأى اليهود حال المؤمنين من الإخاء والتحاب، الأنصار والمهاجرين، الأوس والخزرج، وإذ بأحد الخبثاء منهم يعيد إلى ذاكرة الناس، كان من قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة والإيمان للمدينة، كانت هناك معارك بين الأوس والخزرج، حرب صراع. فقال أحد هؤلاء اليهود الخبثاء: يوم كذا لمن كانت الغلبة، للأوس أم للخزرج؟ فقال واحد للأوس، قال لا بل للخزرج. ثم ذكر أبياتا قالها الأوس في الخزرج، وأبياتا قالتها الخزرج في الأوس، فتشاجروا وقالوا إذن نعيدها جذعة، بلغة العوام: لا، تحبوا أن فكركم اللي فات، إن كنتم نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقر، بيت شعر على بيت شعر، كلمة على، طب نتقابل بكرة في الحرة ونشوف مين اللي كان بطل وقوي وشجاع وقتل زمان ويقتل دلوقتي. وتواعدوا، وترابت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف بين الصفين. يعني شايفين الفتنة؟ ناس بعد إخاء إلى سيوف تسل، ينادي صلى الله عليه وسلم: الله الله، أبي دعوة الجاهلية، الله الله، أتتقاتلون؟ أيقتل بعضكم بعضا؟ أتعودون كفارا بعد أن أنعم الله عليكم بالإيمان وأنا بين ظهرانيكم؟ قالوا كفارا هنا يعني متفرقين، لأن الكفر مش شرط بس أنك تكفر بالله، لا، في كفران النعمة، في كفران العشير، في كفران الأخوة، أن تتفرق مع إخوانك. سمى القرآن الفرقة كفرا، وسمى الإيمان الوحدة إيمانا. أكفرتم بعد إيمانكم؟ ما كفروش الصحابة، لا، بس تحاربوا، احتراب، تناوش. هذا الداء الذي نؤتى منه دائما، داء التفريق وعدم التوحد. يتوحد العدو ويتفرق أهلنا، يتوحد أهل الباطل ويتفرق أهل الحق، مسألة متكررة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، الحادثة دي سنة كام؟ 2-3 هجرية، في بداية الإسلام في المدينة، خطبة الوداع يخطب صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرض العرب أو أن يعبد بأرضكم، ولكن لم ييأس في التحريش بينكم، سواء شيطان الإنس أو الجن، والإنس أشد فتكا من الجن، وشعار الاستعمار دايما: فرق تسد، كلما فرقت بين المسلمين والعرب تسود، تكون سيدا عليهم. وهذا حالنا مع حكامنا، مع أحزابنا، مع سياسيين، مع مشايخنا، مع غير، مع هذا الفرقة، الفرقة. لكن الوحدة قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه أكبر آفة نعانيها، أوروبا على القوة التي بينها أقوياء، يعني الاتحاد الأوروبي، يعني هل فرنسا ضعيفة وألمانيا ضعيفة وإيطاليا ضعيفة والنرويج ضعيفة؟ دول قوية صنعوا اتحادا بينهم حتى يزدادوا قوة، ونحن العرب والمسلمين ضعفاء.
نتفرق ونتفرق ونتفرق ونتشرذم، تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ والتشظي، عصر تفتيت الذرة، نتفتت. ثم يلقي إلينا الغرب وأعداؤنا بالفتات. كان الصهيوني لا يساوي ولا يعادل أي مساحة في أصغر دولة في العالم العربي، لكن يعيش كأنه قوة عظمى بيننا. بماذا؟ بقوته الوهمية وبخيانته بني جلدتنا. فالآية الكريمة تبين أن مخطط أعدائنا ضدنا، ضد الإسلام، هو مخطط الفرقة، وغاية الإسلام العظمى بيننا الوحدة. الإسلام جاء بكلمتين مهمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا وكلمتنا، وأن يوحد قلوبنا على طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.